على خط اللقاحات خبرية سارة للمواطن، مفاوضات جديدة تكللت بالنجاح من خلالها رح يتم استخدام لقاحات واعتمادها بلبنان إلى جانب لقاح فايزر. وزارة الصحة مضت مع فايزر لمليونين ومئة ألف لقاح، ومع منصة كوفاكس لمليونين وسبعمئة ألف لقاح. مضت هيدي العطلة نهاية الأسبوع مع شركة أسترازينيكا لمليون ونص لقاح، فصار الإجمالي تقريباً فوق 6 مليون جرعة بتجي على لبنان، بتغطي فوق 3 مليون مواطن. لا، هيدي شغلة جيدة، وخصوصاً أنه تنوع اللقاحات هو شيء أساسي، مش بس من شان تأمين الكميات اللي بحاجة إلى اللبنانيين، بس كمان من شان تأمين التنوع، لأنه كلنا بنعرف أنه مش كل اللقاحات رح تمشي مع كل التغيرات للفيروس الموجودة بالعالم، فمن المهم يكون الواحد عنده مجموعة متنوعة من اللقاحات، بعض منا بيمشي على أحد الفاريانت وبعض الآخر أقل، مشان هيك من المهم باستراتيجية يكون الواحد عنده مجموعة متنوعة من اللقاحات بتجي على لبنان وما يتكل على واحد أو اثنين. بالموازاة وبالرغم من أن وزارة الصحة أبدت تعاونها من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد كافة أنواع اللقاحات، ومع ازدياد الأصوات المطالبة بالموضوع لتأمين كميات أكبر للبنان، الخطوة اصطدمت بعرائيل. وزارة الصحة ما بحقيقتها كانت عائق على هذا الشيء بتاتا، بل كانت من المسهلة لهذا الشيء، بس على شرط أنه اللي بيجيب لقاح بده يعمله حسب إرشادات اللجنة الوطنية للكورونا، ومش ما بيوزعوا مثل ما بده، يعني مش اللي معه مصاري بيشتري واللي ما معه مصاري ما بيشتري، لازم يحترم الأولويات اللي حطتهم اللجنة الوطنية للكورونا. لا، هي مسهلة، بس مثل ما قلت لك الشركات العالمية هي اللي ما بتحبس هذا الشيء. كل الشركات كانت عم بتحاول تتواصل مع مصنعين لقاح يجيبوهم على لبنان وعلى القطاع الخاص. معظم الشركات العالمية، وعم بحكي هون مثلاً فايزر، مثلاً أسترازينيكا وغيرها، ما بيقبلوا يبيعوا إلا وزارة الصحة. تسليم مباشر من الشركات العالمية إلى المستورد، ومن المستورد مباشرة إلى القطاع الخاص، فهذا الشيء لغاية هذه اللحظة غير وارد. لازم تكون وزارة الصحة هي التي تنظم هذا الشيء كلياً. جبارة أكد أنه محاولات ما زالت قائمة مع شركات أخرى. سينوفارم، سبوتنيك، يعني بروسيا، يعني لقاح الصيني واللقاح الروسي. أنا بعرف أنه كثير من الناس حاولوا يتواصلوا معهم لحتى يجيبوا كميات محزة إلى لبنان، يعني كميات ما عم نحكي على 5000 و10000 لقاح، عم نحكي على مئات الآلاف من اللقاحات. لمعلومات كثير عملوا تواصل مع هذه الشركات، ولغاية هذه اللحظة ما بعتقد أنه حدا منهم قدر أنه يأخذ تعهد أكان بكمية معينة أو أكان بفترة تسليم محددة، بعضهم بفترة المباحثات والمفاوضات. تنويع مصادر اللقاحات ومضاعفة الكميات من أجل الإسراع للوصول للمناعة المجتمعية عم بتفرملها الإجراءات والطلب الكثيف على الشركات المصنعة للقاحات.